مرحبا مجددا يا غالي. ندخل في صلب الموضوع. كما قلت لكم اليوم هي سلسلة إجابة عن أسئلتكم بواسطة فيديو. الأخت أم وفاء تسأل ما هو الدواء الفعال لمرض الكبد. هناك عدة أدوية أختي الغالية تكلمتها سابقا، مثلا هناك دواء اسمه أفيكول شرحته سابقا، ستجدين طريقة استعماله في القناة. فقط اكتبي دواء كبد الطيور، بعد ذلك مسافة، بعدها محترف الطيور في خانة البحث اليوتيوب، وستجدين الفيديو الأول هو فيديو لي أنا. هناك دواء آخر هو إيبوتروفيل، وهو دواء بيطري جيد جدا لمرض الكبد وكذلك للوقاية من مرض الكبد. فقط 4 قطرات في مشربية. السؤال أخ كريم فريد مجد يقول: أخي عندي زوج من طيور الباجي يطعمها ويداعبها بمنقاره، ولم تقبل الزوج وتضرب في بعض الأحيان في منقارها، ما السبب؟ يا غالي كما أقول سابقا، إذا وضعت ذكر وأنثى فاتركهما ريتما يقوم الذكر بجعل الأنثى تتودد إليه وتتقبل ذلك التقرب الذي يقوم به. وكما قلت في حلقة قمت بنشرها في بداية قناة محترف الطيور، هي أن الأنثى لا تتقبل الذكر كثيرا حتى تتفحص العش ثم تخرج وتدخل وبعد ذلك تداعب الذكر الأنثى. إذا لم يكن هناك أي شجار، يعني شجار فيه دم، فهذا لا مشكلة، هذا من باب التعارف والتوالف بين الذكر والأنثى. هذا جواب الأخت كريمة كما قلت ما هو دواء الكبد الذي استعمله. والأخ الكريم فريد مجد الذي يسألني عن ما هو السبب ضرب الأنثى وعدم تقبلها، فقط اعطيهم بعض الوقت واعطيهم الهدوء وكذلك الأطعمة الجيدة للتزاوج، لكن لابد أن يكون ذكر وأنثى، ولا يكون هناك عندك ذكرين أو أنثتين، ويكون جاهزين وليس هناك أي علامات من علامات عدم التزاوج من غيار ومن صغر سن الطيور. كان هذا جوابين في هذا الفيديو. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذا الفيديو. كان معكم أبو مكرم من قناة محترف الطيور. لا تنسوا دعمي بلايك وأن تشتركوا إن كنت غير مشترك. في رعاية الله.